مرحبا، اليوم رح نعمل لبن وخيار طريقة المطاعم، طريقة جديدة. رح احط هون اول شي لبن، بنفس الوقت هي طريقتي لانه انا بعملها بطريقة تانية على المعتاد. رح احط هون لبن، رح اخذ مية اللبن لانها كتير مفيدة. بدل ما ادخله مي جاهز كتير هيك بضفله شوي لاني استخدمت المي تبعته. تمام، رح نحط شوية، بدل ما نحط نعناع يابس رح نحط بقدونس يابس. رح نحط شوية ملح ونخلطهم مع بعض. رح اضيف هلا فوقهم الخيار، قصيته شرايح بهي الطريقة من غير ثوم، هالمرة ما حد يفتون، اللي بحب يضيف ثوم ممكن يضيف ثوم. نضل نحركه للخيار يفرفر معنا وياخذ حجمه مع اللبن. لبن لا يكون مي لا يكون تقيل بهي الطريقة مثل الكريمي. رح رش هلا بقدونس مجفف، بعدين هلا انا مجففته بنفسي. هاي الطريقة. هلا رح احط فوقهم صنوبر مقلي، رح احط فوق صنوبر هاي الطريقة. يعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.